صباح الخير مشاهدينا ونهاركم طيب. بالنسبة إلى المناشط والفعاليات التي تذكر خلال اليومين الماضيين وأيضا الأحداث التي تشهدها العاصمة سواء كانت أمنية حركة السير، بالنسبة إلى المناشط لهذا اليوم أو الفعاليات التي تذكر من خلال هذا اليوم أو هذا النهار، كانت أبرز هذه الأحداث حيث أن ليلة أمس تم إغلاق طريق الشط بالكامل من قبل أجهزة أمنية تابعة إلى وزارة الداخلية إثر مناوشات حدثت ما بين كتيبتي ثوار طرابلس وأيضا قوة الردع الخاصة. هذا التوتر الأمني لاحظناه بإغلاق طريق الشط بالكامل، حيث أن كان هناك تواجد لعدد من الأليات للأسلحة الثقيلة في هناك بالمنطقة طريق الشط. الآن لربما عودة شبه الحركة الطبيعية بمنطقة طريق الشط مع إغلاق الطريق المؤدية إلى مطار معتيقة وأيضا سيمافرو معتيقة. أما بالنسبة إلى الأعمال والمناشط لهذا اليوم أو حركة السير داخل الأحياء بالعاصمة طرابلس، حركة السير طبيعية جدا داخل المناطق الأخرى ناهيك عن طريق الشط. الموظفون يذهبون إلى عملهم، الطلاب أيضا يتسيرون إلى عملهم، حركة السير طبيعية جدا أو حتى شبه طبيعية بالنسبة إلى الازدحامات وأيضا وجود بعض رجال الأمن ورجال المرور لتسيير حركة المرور والازدحامات إذا تواجدت في وقت الذروة. أما بالنسبة إلى الأعمال والمناشط بالعاصمة طرابلس، هناك تقوم بلدية أبو سليم برص التوسعة والرصف للطريق المحادية للجسر الحديدي بطريق المطار. أيضا هناك استعدادات للبدء في التوسعة أو التفرعة التي أعلنها بلدي أبو سليم فيما سبق بهذه الطريقة التي يمكن أن تحد من الازدحامات التي في طريق المطار وقت الذروة. أما بالنسبة إلى المناشط لبعض البلديات الأخرى، استأنفت بلدية طرابلس رصف طريق الشط المؤدية على طريق ذات العماد وبرج أبو ليلى، كما أيضا تعمل البلدية الآن على صيانة السياج المرن على طول طريق الشط. أيضا العمل جاري لازال في بلدية عين زارة على رصف طريق العلاج الطبيعي ورصف جزيرة الفردوس لحل بعض المختنقات التي تعيق شركة الأشغال أو التي تعيق المارة هناك. أما بالنسبة إلى المناشط الأخرى التي تذكر للحرس البلدي والأجهزة الخدمية داخل العاصمة، لاحظنا بأن الحرس البلدي بانتشاره الواسع وأيضا الخدمات التي يقدمها للمواطن للحفاظ على صحته وأيضا التجاوزات التي في بعض المحال التجارية التي أقفلت بسبب عدم وجود رقابة صحية، يقوم لازالت هذه الحملة التي أعلنها الحرس البلدي في أغلب شوارع العاصمة طرابلس، حيث لاحظنا أو عدسة النبأ كانت متواجدة في شارع الرشيد بالتحديد، لاحظنا الشارع كيف كان وكيف أصبح الآن. البداية كانت من أهالي المدينة القديمة بالحملة التي أعلنها من طلاء الشوارع وأيضا الواجهات الأمامية للمحلات التجارية وسوق الحوت بالتحديد للمتواجد في شارع الرشيد، لاحظنا الفرق الواضح أيضا قبل وبعد النظافة الشارع، إزالة العشوائيات كاملة كانت من قبل الحرس البلدي. أيضا الحرس البلدي لا زال مستمر في هذه الحملات على مستوى العاصمة طرابلس. هذه أغلب المناشط والفعاليات للعاصمة طرابلس اليوم، إذا ما استحدثت للأحداث أو الأخبار سنطلعكم عليها خلال النشرات الأخرى.